شكرا كرام، بنرحب بالسيد اللواء ايمن صلاح المدير الاداري هنا. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. اهلا وسهلا فندم، صباح النور. ست لواء ايمن، كلمنا سيادتك على دور الاقسام الاداريه هنا في مساعده ومعاونه القطاع الطبي هنا داخل المستشفى لتقديم خدمه طبيه متميزه. انا عايز اقول لحضرتك ان الاقسام الاداريه في المستشفى الجوي يعني متعدده وكثيره قوي، ولكن الاقسام الاداريه في المستشفى الجوي تخصصي بتقدم اعلى مستويات الخدمه للمرضى التي تضاهي مثيلاتها العالمية التي تسعى في المقام الأول لتحقيق صحة وسلامة المريض، وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الكفاءات البشرية اللي تتعامل معها مع المريض بدءا من الفندقة الداخلية للأوض والإشراف الداخلي والتواصل الدائم مع المرضى لتحقيق أعلى رغباتهم والوقوف على أي ملحوظة للمريض، وده على مدار 24 ساعة يوميا، إلى تقديم أفضل التغذية للمريض بالاستعانة بمطبخ مجهز بأحدث الأجهزة وطاقم التغذية العلاجية ومراقبة الجودة على أعلى المستويات العالمية لتقديم الغذاء المناسب الصحي الآمن لكل مريض. تمام، سيادة اللواء أيمن، كلمنا سيادتك على دور الشق الإداري هنا والمسؤولية الإدارية لسيادتك على التخلص من النفايات الطبية الخطرة هنا داخل المستشفى. طبعا احنا من خلال حرص على صحة وسلامة المرضى تعتبر المستشفى الجوي رائدة في موضوع التخلص من النفايات الطبية بأحدث الأجهزة من المفارم النفايات الطبية دون التأثير على البيئة المحيطة. إلى جانب هذا، المستشفى الجوي التخصصي مجهزة بقسم غسالة كامل تراعي أفضل الأجهزة والمواد لتحقيق التعقيم الكامل لزي الأطباء والأطقم الطبية ومستلزمات المرضى والفرش الداخلي للمريض داخل الغرفة. تمام، سيادة اللواء أيمن، أخيرا كلمة سيادتك على صيانة الأجهزة عموما سواء الطبية أو التكييفات أو أي أجهزة تانية أخرى داخل المستشفى. أنا عايز أقول لحضرتك إن من المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وأي عطل فيها بيتم صيانته بسرعة، ومن حرص المستشفى كمان مجهزة بمولدات كهربائية عالية الحديثة يعني. تمام. وده بتلافي انقطاع التيار الكهربائي وبتشتغل خلال ثواني معدودة، علشان طبعا انت عارف حضرتك الرعاية بتبقى موجودة فيها أجهزة حساسة طبعا وغرف العمليات، فده حاجة يعني بتتميز بها المستشفى يعني. أنا بشكرك ست لواء فندم، ميرسي على ظهورك، كتر خيرك، ونتمنى لك دايما كل